المملكة العربية السعودية نالت شرف خدمة الحرمين والمساجد داخل المملكة وحول العالم، وهذا الشرف نتوارثه جيل عن جيل ونتسابق عليه. ومن أجمل النماذج إطلاق جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد. هالجائزة تختص بعمارة المساجد والإسهام في تطوير فن عمارة المساجد والابتكار فيها. الجائزة عالمية مو بس بالسعودية، وتمنح كل 3 سنوات، والجائزة يشرف عليها كبار المعماريين، ولها وقف بقيمة 60 مليون ريال، يعني يحقق لها الاستدامة. جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد تمثل حلقة وصل يعني بين المملكة والعالم، يعني هي جائزة عالمية، هي جائزة تخدم المساجد على مستوى العالم، لكن هي من نقول أنها من المملكة إلى العالم، والهدف الأساسي أن نبين أن هذه المؤسسة الثقافية التي ولدت ونشأت وترعرعت في المملكة العربية السعودية هي لجميع العالم، وكأنها جزء من ما تقدمه المملكة يعني باستمرار عبر تاريخها لدول العالم. أهمية هذه الجائزة ويمثل الدور يعني خصوصا مع يعني رؤية المملكة 2030 وتطلعها لبيئة أفضل وتطلعها لاقتصاد أفضل، وهذا التوجه يعني نابع من الثقافة الأصيلة لهذه البلد، وهذا الاهتمام العميق يعني ليس فقط يعني بلدنا المملكة العربية السعودية، ولكن بكل ما يعني ما هو مرتبط بالمسجد في جميع أنحاء العالم. جائزة يعني مكونة من دورات، الدورة مكونة من 3 سنوات، كل 3 سنوات توزع الجوائز. بدأنا الحقيقة من المملكة العربية السعودية، وهذه الدورة الرابعة التي ستوزع جوائز بإذن الله تعالى في عام 2023 في مدينة الرياض بإذن الله في العاصمة، تشمل جميع مساجد العالم. وبالتالي احنا نبحث عن هذه الأمثلة، عن تغيير ثقافة العمارة المسجدية. نحن في جائزة عبد اللطيف الفوزان منفتحين على مختبر الأفكار المرتبطة بعمارة المسجد. هناك كثير من القضايا الحاضر هي يعني تمثل هموم كبيرة لمسجد المستقبل، فحتى لا أقفز إلى التقنية مباشرة، حقيقة يعني جائزة عبد اللطيف الفوزان تهتم بالإشكالات الرئيسية التي يواجهها المسجد في الوقت الراهن.